Hi everyone, welcome to Medicine with Adiz again. رح نكمل حديثنا عن الميديكيشنز فور دايابيتيز ميليتس ونتكلم عن ثيازولدين دايونز اوكي اللي هم الجليتازونز. الجليتازونز مين هم الجليتازونز؟ هو البايو جليتازون. ايش اللي يهمنا في الجليتازونز؟ الميديكيشن الوحيد اللي يهمكم في الجليتازونز هو البايو جليتازون. طيب بايو جليتازون ازاي بيشتغل؟ البايو جليتازون باختصار البايوجليتازون بيزود الانسولين سنسيتيفيتي. طيب اوكي الديتيلز تبع الميكانيزم اوف اكشن حنتكلم عنها، انما وات يو نيد تو نو انه لما يسالك ازاي بيشتغل البايوجليتازون الاجابه هي يزود الانسولين سنسيتيفيتي. طيب اوكي ايش الانذر ميديكيشن اللي حكينا عنه اللي بيزود الانسولين سنسيتيفيتي؟ هو الميتفورمين، صح؟ الميتفورمين. ولكن قلنا انه الميتفورمين the main mechanism of action of metformin is reduction in the hepatic glucose production. Reduction in the hepatic glucose production. Reduction in hepatic glucose production. طيب يعني ايش؟ يعني بيقلل تصنيع الجلوكوز in the liver. In وين؟ In the liver. طيب لانه they love to ask you فين يشتغل الميتفورمين. طيب this is the main mechanism of action of metformin. طيب what is the main mechanism of action of glitazones? Pyroglitazone هو بيزود الانسولين sensitivity. اوكي okay. ازاي؟ طيب ازاي بيعمل كده؟ البايوجليتازون بيعمل بايندينج الى ترانسكريبشن فاكتور بنسميه ايش؟ بنسميه بي بار جاما. اوكي بي بار جاما، هذا البي بار جاما عباره عن زي ما حكينا ترانسكريبشن فاكتور، بيروح بيعمل بايندينج الى سيرتن جينز اوكي وبيزود لي الاديبونكتين. اوكي الاديبونكتين ده عباره عن اديبوكاين. اوكي this adipokine بيزود الانسولين sensitivity itself. اوكي okay. plus في other mechanism بيشتغل فيها الجليتازون غير الادبونكتين بيزود فيها الانسولين sensitivity. لذلك خلاصه الجليتازون ازاي بيشتغل؟ بيزود الانسولين sensitivity. طيب في another effect of pyroglitazone مره nice effect هو ايش؟ انه الثيازولدين دايون بيعملوا redistribution of fat. يعني ايش؟ بيخلوا السنترال فات سنترال اوبيسيتي تتحول الى peripheral فات. اوكي يعني ليه يا جماعه؟ احنا غالبا في الميديسن بنقول ايش؟ وات از باد؟ سنترال اوبيسيتي اور اذر اوبيسيتيز؟ سنترال اوبيسيتي. اوكي سنترال اوبيسيتي از باد، وياي وي دونت لايك سنترال اوبيسيتي، وبالتالي الريديستريبيوشن اوف فات هذه من السنترال الى البريفرال ذيس از سو جود. اوكي طيب في ميديكيشن هنا ما له علاقه بالديابيتيز انما حطيته اللي هو الفايبريتس. اوكي فينوفايبريت والى اخره وجيمفيبرازل. اوكي حنتكلم عنهم in a separate video مع الليبيد lowering agents. المهم انه هذول الفايبريت بيعملوا بايندنج الى البي بار الفا. اوكي دونت كونفيوز ذا تو. اوكي خاصه دوز ويل جو فور يو سيميلي they love to ask you know PPAR alpha or PPAR gamma. okay so you need to differentiate between PPAR alpha and PPAR gamma. PPAR alpha اللي بيعمل لهم binding هو الفايبريتس. فايبريتس bind alpha. okay فايبريتس bind alpha. glitazones bind gamma. okay and I have very nice way of how do you memorize this. and glitazones start with G. okay and هنا الجاما طبعا start with G. وبالتالي glitazones PPAR gamma and fibrates PPAR alpha. اوكي okay. رائع. طيب side effects and special consideration. اوكي okay. side effect let's talk about side effect number one weight gain. اوكي okay. ليه بيعمل weight gain؟ اوكي okay. حنتكلم ليه بيعمل weight gain. الثيازولدين دايونز اللي هم البايوجليتازون بيعمل اب ريجوليشن الى الابيثيريال صوديوم شانلز. اوكي الابيثيريال صوديوم شانلز فاكرين وين موجوده؟ موجوده في الكيدنيز، شرحناها في فيديو دايريتكس ان ديتيل. طيب هذه الابيثيريال صوديوم شانلز الموجوده في الكيدني اوكي اللي بيعمل لها اب ريجوليشن يعني بيزود عددها، اللي بيزود عددها هو الثيازولدين دايون اللي هو البايوجليتازون. البايوجليتازون بيروح للكيدني بيقول لها زود لي ايه؟ زود لي الابيثيريال صوديوم شانلز. لما بيزيدوا الابيثيريال صوديوم شانلز بيحصل fluid retention. اوكي fluid retention بيعمل البيشنت peripheral edema. عشان كذا كمان بما انه بيعمل fluid retention وبيزود لي الايديما وممكن يزود لي الكاردياك او بيعمل لي cardiac overload fluid overload on the heart وياي، وبالتالي it is contraindicated in نيها class 3 and class 4. again عندنا epithelial sodium channels في الكيدني حتزيد لما تدي لما البيشنت يستخدم البايوجليتازون. طيب هذه الابيثيريال sodium channels لما تزيد بيحصل لي more fluid retention. more fluid retention معناته more peripheral edema ومعناته انه الهارت حيتعب. مش اي هارت، الهارت الفيلينج هارت اللي هي نيها كلاس 4 and 3 نيويورك هارت اسوسيشن كلاس 3 and 4. اوكي okay. اذا again biogliutazones are contraindicated في الناس اللي عندهم congestive heart failure class 3 and 4. طيب ليه؟ شرحنا ليه. طيب
ايش الميديكيشن اللي بيقلل الفلويد ريتنشن ان في الناس اللي بيستخدموا البايوجليتازون اللي هي نسميها ايش؟ بايوجليتازون انديوسد بايوجليتازون انديوسد فلويد ريتنشن فلويد ريتنشن. البايوجليتازون انديوسد فلويد ريتنشن اللي بيقللها هو الاميلورايد. مين يفتكر ليه الاميلورايد؟ يا جماعه شرحناها في فيديو دايركتكس. الاميلورايد بيشتغل على الابثيريال سودوم شانلز وشرحنا بالتفصيل شلون بيشتغل على الابثيريال سودوم شانلز ومتى ممكن تدي الاميلورايد. طيب الاميلورايد از ا بوتاسيوم سبيرنج ايجنت، اوكي از ا بوتاسيوم سبيرنج ايجنت. طيب الويت جين اللي بيعملها البايوجليتازون هو سكندري الى الفلويد ريتنشن. فلويد ريتنشن مع البايوجليتازون بيعمل للبيشنت ويت جين. اوكي طبعا الناس اللي يستخدموا البايوجليتازون ممكن يجيهم ماكيولار ايديما. طبعا محتاج اقول لكم ليه بيعمل ماكيولار ايديما due to the fluid retention. طيب في حاجه مره سوبر هاي ييلد وهي البون فراكشرز or the risk of osteoporosis. تايزولدين دايونز are well known انه ممكن يعملوا للبيشنت ايه osteoporosis وكمان very rare very rare بس but انما you need to keep in mind انه البلادر كانسر بلادر كانسر. تايزولدين دايونز ممكن يعملوا للبيشنت ايه بلادر كانسر مش بيعملوا انما there is a risk of bladder cancer مع thiazolidine dione. طيب you measure the LFT prior to initiating thiazolidine dione. Thiazolidine dione may reduce the risk of stroke. يعني good if you know انه thiazolidine dione ممكن عندهم stroke reducing effect. It is good but it's not mandatory that you know this. But it is good if you know it. Now thiazolidine dione and metformin بيعملوا induction للovulation in BCOS. ايش هو البكوز؟ اللي هو polycystic polycystic ovarian syndrome. Okay, polycystic ovary syndrome. طيب البوليسيستيك syndrome هذه تبع الاوبستريكن جاينيكولوجي. One of the agents اللي بنستخدمهم هو كلوميفين. كلوميفين. طيب ايش كمان الايجنت اللي ممكن نستخدمه؟ هو الميتفورمين. طيب ولكن first انه بتعمل البيشنت لايف ستايل موديفيكيشن. الناس اللي عندهم بكوز polycystic ovary بتعمل لهم لايف ستايل موديفيكيشن. اوكي weight loss. The first step is lifestyle modification and weight loss. بعدين ممكن تستخدم الميتفورمين، بعدين ممكن تستخدم كلوميفين، بعدين ممكن تستخدم other things. طيب انما just know ان الميتفورمين ممكن يستخدم في البكوز polycystic ovarian syndrome. طيب